ريسينج. أيها السيدات والسادة، انطلق داربي قطر هنا على الأراضي العشبية بالريان، أكبر سباقات الموسم حتى الآن بمشاركة 16 من الجياد المهجنة الأصيلة ثير بريد. انطلاقة موفقة نشاهد أيها السيدات والسادة. بيتر ماك سلالة كودياك بقيادة مارفن المنشن الألماني على المركز الأول، بينما يأتينا على المركز الثاني هنالك الجواد جولدن نورد لمبارك مسعيد بن جفال النعيمي سنة ألبرتو في المركز الثاني، مارفن في المركز الأول. إذن يا سيدات والسادة نشاهد انطلاقة الجواد بيتر ماك على صدارة هذا الشوط، بينما يأتينا ثالثا هنالك الجواد ترونسي على المركز الثالث مع زهير، ورابعا انطلاقة الشعار الأزرق اللي ما يظهر قريب لي على الشاشة ربما أن يكون اللي هو الجواد لفيكتر لخالد بن راشد بن سيف الخيارين دكلان كانون على المركز الرابع. إذا نعود إلى الصدارة، غير مبارك بن سعيد بن جفال مع الجواد مشروسا كورسا لا جولدن نورد على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما دابي مونتن تأتينا على المركز الثاني، بونفي عفوا الرابع أو الخامس بونفي. إذا نعود إلى الصدارة، نبي ترماك والمنشن الألماني مارفن سورلاند إلى الداربي قطر. نعود إلى الصدارة بالمركز الأول مع بن جفال خطوة بخطوة، انطلاقة سان ألبرتو جولدن نورد، انطلاقة موفقة لجوردن نورد سلالة بافيتال على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما روسا كورسا على المركز الثالث محاولة لقطف الصدارة. أنا هنا نشاهد الجواد رايزنج دون لإشعيل بن خليفة الكواري، أنا هنا حسن عبد الملك فروم أوتسايد دابي ماونتن فعلا هنا مع بونفي والجواد رومان ليجن فروم أوتسايد أيضا. نشاهد يا سيدات والسادة بونفي رومان ليجن، يا سيدات والسادة أنا بونفي فعلا رومان ليجن is the winner for the derby قطر derby الغزالي رومان ليجن فعلا. أيها السيدات والسادة انطلاقة الغزالي والمحمود. إذا مرة أخرى نتيجة نهائية لهذا الشوط، جاء في المركز الأول جاد رومان ليجن منصور المحمود جيرالدا فران جاسم الغزالي، من المركز الثاني من نصيب الجواد بونفي حسن علي عبد الملك جاري كارتر، من المركز الثالث من نصيب الجواد رقم 15 روسا كورسا مبارك بسعيد جفال نعيم وبيير كومبارتينو، أنا المركز الرابع دابلي صالح ريدروكس بوينت أبناء كاظم الأنصاري وسليم غلام، وراء خامس المراكز للجواد رايزنج دون خليفة مشعل الكواري وستيفان لجاج. ألف مبروك أيها السيدات والسادة، مبروك لجميع الفائزين، حظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أشكر المعلقين الذين سبقوني في التعليق ناصر الغزالي ومحمد العاطف، وأيضا أشكر محمد سلام عاشور، وأشكر زميلتي العزيزة المتألقة دائما ديما رشيد، وأنقل لها المايك مباشرة. تفضلي ديما. جيرالد فرانش الخيال الفائز، برافو جيرالد، فيليسيتاسيون. مبروك جيرالد فرانش is the winner for the derby. المدرب الفائز الأزرق لزيرك جاسم الغزالي، ألف مبروك أبو محمد، هذا الانتصار الجميل والرائع الحقيقة يأخذ التهاني والتبريكات من الوالد غانم بن شاهين الغانم. ألف مبروك أبو محمد، تستاهل هذا الانتصار فوق الكاس، تستاهل أبو محمد. روما ليجن المالك اللي هو سيد منصور إبراهيم سعد المحمود، المبروك الانتصار للسيد المحمود، هذا الانتصار الجميل والرائع للجواد روما ليجن. ألف مبروك، ألف مبروك، هذا الانتصار الجيد والرائع لروما ليجن. والصورة صورة روما ليجن، هذا الغزالي فوق أبو محمد فوق. ألف مبروك، هذا الانتصار الجميل، كأس الداربي مع سعادة الوارك طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان قوات المسلحة القطرية.